دي حاجه ايجابيه جدا، وزي ما انا قلت لك مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب كلنا يعني، وحتى الكوره كلنا شغالين في حته سواء تدعيم حصل على مستوى اللاعبين، وايضا هيبقى في تجديد الاجهزه والحاجات دي الطبيه، بحيث ان احنا ناخذ بكل الاسباب. وزي ما انا قلت لك يمكن في بدايه مكالمتي، انا متفائل جدا الفتره اللي جايه هيبقى في عوده للمصابين، وان شاء الله الاصابات هتقل بشكل كبير جدا، وربنا ان شاء الله يعني هيوفق الجميع ان شاء الله. البعض يا كابتن يوسف بيبقى مستعجل شويه عن الصفقات الجديده وان هم يؤدوا باداء رائع منذ البدايه، هل الكلام ده بيبقى منطقي ولا من وجهه نظرك طبعا الفنيه ان هم بيحتاجوا لوقت اكبر علشان ينسجموا بالشكل المطلوب، رغم ان هم شاركوا لبعض الدقائق في المباريات اللي فاتت القليله؟ اهميه طبعا الصفقات الجديده والوقت اللي هم محتاجينه عشان ينسجموا بالشكل المطلوب مع النادي الاهلي ونشوف دورهم المنتظر من قبل جماهير النادي الاهلي. بص يا امير، انا لازم لما نيجي نتكلم على صفقات برضه، عشان يعني انت يعني نتكلم احنا ناس فنيين بالظبط، فلازم نتكلم بشكل مظبوط. صح، الصفقات انواع، يعني ما ينفعش انا اقول كلمه صفقات، لازم صفقات، في صفقات انت بتجيبها عشان تعدها للمستقبل، تمام، صفقات سواء المستقبل القريب اللي هو مثلا خلال شهر شهرين ثلاثه في نواقص عنده في نواحي معينه بتحاول تطورها له عشان يشتغل، وفي صفقات بتجيبها لسنه وسنتين وثلاثه قدام، وفي صفقات بتجيبها عشان هي جاهزه على طول وتخش تشتغل جوه التيم. ف يعني الصفقات انواع مختلفه، لكن انا عايز اقول ان صفقات يناير جزء كبير منها او تقريبا يعني 90% منها كلها صفقات. دايما لما بتعمل انتقالات وشراء في يناير او اي ترانسفير بتعمله في يناير بتعمله عشان يعني يخش جوه التيم على طول، وبيبقى غالبا كلهم لعيبه بتلعب في انديتها ومميزه في انديتها بالظبط، فبتبقى جاهزه بدنيا وفنيا. غير لما بتعمل انتقالات في الصيفيه، في الانتقالات الصيفيه طبعا بيبقى في فتره راحه والدوري منتهي، وبتجيب لاعب بيبقى واخد راحه مع ناديه، فبتبدا تعمل له فتره اعداد. انا شايف ان الحمد لله يعني الصفقات ماشيه بشكل كويس جدا، لكن انا عايز بقى خلاص ننسى موضوع صفقات، احنا بقينا فريق النادي الاهلي. صح، مفيش حاجه اسمها صفقات جديده وصفقات قديمه والكلام ده. صح، كله لاعب بمجرد دخل وزيب التيشيرت النادي الاهلي خلاص اصبح لاعب في النادي الاهلي ويبدا يشتغل مع المنظومه. يعني ده كلام صحيح ومهم جدا يا كابتن يوسف. اخر سؤال عايز اساله لحضرتك وخاص باللاعب محمد محمود، هل اطمنت عليه ولا لا؟ وهل الاصابه الطويله بالنسبه لمحمد محمود ممكن تكون غيرت الاستراتيجيه الخاصه بالجهاز الفني نسبيا من الناحيه الفنيه يا كابتن يوسف؟ والله طبعا انا اطمنت عليه فعلا، واتكلمت قبل العمليه وكلمته بعد العمليه، والحمد لله عمل العمليه يوم الثلاث اللي فات الحمد لله بنجاح. عايز اقول كمان ان يعني ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه ويرجع اقوى من الاول. محمد محمود من اللاعبين المميزين والصغار في السن، ان شاء الله ليه مستقبل جيد يعني. لكن انا عايز اقول تمام إن يعني انت طبعا وارد جدا ان مع خساره لاعب لفتره طويله اكيد ده يعني بيغير الفكر شويه عند الجهاز في بعض الحسابات الفنيه، لكن الموجودين ان شاء الله قادرين ان هم يشتغلوا انه يأدوا في نفس المكان، خصوصا احنا عندنا لاعبين مميزين، لاعبين مميزين في نفس المكان. لكن انا بتمنى له ان شاء الله ان هو يعود، هو وجميع المصابين بتوعنا ان شاء الله يعودوا بالسلامه ويخش الفريق ان شاء الله. ان شاء الله كابتن محمد يوسف مدرب في الجهاز الفني للنادي الاهلي، طبعا نجم النادي الاهلي الكبير، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه والقيمه. اعتقد يا عمر مداخله كانت